انا شركه لاروز لمستحضرات التجميل، الوكيل الحصري لمصنع ارسي كوزماتيك ببلغاريا، ووكيل الشرق الاوسط، وكمان شركاء بالمصنع. طبعا كل منتجاتنا الحاليه هير كير وبادي كير. عندنا كتير قوي من منتجات جديده متميزه في السوق، يعني منها كمجموعه الكافيار، هي دي ثقافه جديده شويه موجوده في مصر. شغل الكافيار، الكافيار طبعا معروف ان هو مفيد للبشره، وفي برضك مجموعه تانية عندنا موجوده منها الارجان، بتستخدم برضك مع الكريمات، ارجان اويل. ارجان اويل ان هو معروف طبعا، دي نبته مغربيه معروفه معالجه للبشره ولفروه الراس. منها بقى الحاجات التانية كمان اللي شويه بنقول عليها زي كلاس سي، في عندنا ميه الورد، وفي عندنا السنفره اللي هي سكراب. ميه الورد طبعا عندنا متميزه جدا، وطبعا ما فيش حد في مصر ما يعرفهاش. الماركات اللي بنشتغل فيها، بنشتغل في ماركه ناتشرال روز ونيرسي وبلغاريان يوغرت. المنتجات دي كلها هير كير وبادي كير، وان شاء الله داخلين على لاين جديد اللي هو شغل الكرياتين والبروتين، برضك شامبو بالكرياتين وبلسم وماسك بالكرياتين.